مكملين معكم صباحنا مشاهدينا، ولكن بصباحنا دائما نحاول نضوي على المشاكل الجمالية يلي بيعانوا منها الصبايا والشباب، يلي هو خصوصا هلأ فترة الصيف. العناية بالبشرة، قد ايه ممكن تكون البشرة بتعاني من مشاكل، وخصوصا إذا كانت حساسة بيكون التعب مضاعف والاهتمام مضاعف لإلها أكثر فرح. اليوم مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، قديش في انواع بشرات يمكن بتتاثر بدرجات الحراره العاليه. طبيعه العنايه بالبشره يلي لها تفاصيل كثير كبيره بتلعب دور، ان كان باعطاء رونق للبشره وقتها وحتى ان كان بشيخوخه البشره. كل هي التفاصيل رح نحكي عنها بالتفصيل مع السيده حنان الغماز. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. صباح الجمال بنقول. صباح الجمال. اكيد يعني اخصائيه بشره لازم تكون بشرتك فائقة الجمال. خلينا نتعرف من حضرتك بالأول، أنت نحن فينا نقول عن هي البشرة أنه لازم علاج؟ في أوقات بتصير أعراض ما بدها علاج، أو ممكن تصير لفترة مؤقتة وتروح لحالة، بس في اليوم عم نحكي عن البشرة الحساسة اللي كتير بتعذب صاحبها، إن كان من عناية أو حالات وقائية لحتى ما تصير عندها مشاكل. أمتى نحن فينا نتطرق للعلاج؟ بداية نحن البشرة أو الوجه هي مرآة الجسم، فلما تكون البشرة نقية وصافية فالجسم سليم، والبشرة هي خط الدفاع الأول للجسم. لازم دائما لما بيكون في مشاكل تطرق تنبيه لحتى الإنسان يتنبه، خاصة الفتيات. عندنا 3 فئات عمرية فيها مشاكل البشرة، مثلا من العمر ال 13-14 للعمر ال 22 وأحيانا ال 40، حب الشباب والبثور والمشاكل اللي بترافقها والآثار الجانبية بالمعالجات الخاطئة. عندنا الفئة العمرية الثانية اللي هي غالبا من ال 20 أو 22 حتى ال 35، تكون خالية من حب الشباب والبثور، لكن بتلاقيها باهتة وشاحبة بسبب أو الجفاف أو الحساسية، وبنتهالك لحتى نلاقي المنتجات اللي بتناسب هاي البشرة. الفئة العمرية الثالثة اللي هي من فوق سن 35 اللي ببلش عليها علامات الشيخوخة والتجاعيد ويعني علامات التقدم بالعمر. بداية علامات أو إما فينا نقرع ناقوس الخطر أو نبلش بالعلاج. لما نلاقي بثور، حكة، قشور، حب شباب، عد وردي، عدوى فيروسية، مسام مفتوح، كل هاي مشاكل بتطرق على البشرة، خاصة يعني صعوبة التعامل مع لما بتكون من النوع القوي أو المعند أو المفرط، ليست بالخفيفة أو وليست بالمتوسطة. الفئة العمرية الثانية لما بتكون إنه المسام مفتوح، هي إنه البشرة عم تنذرنا إنه أنا بدي أتنفس. بدي اتنفس، فالزهام والبكتيريا والبشره الميته سكرت الجريبات، خلوني اتنفس، سواء عند الشباب او الفتيات. يعني مش بتحب نبلش هلا يعني ست حنان؟ يمكن اهم شيء نحكي عنه اليوم انواع البشرات، كل بشرة شو هي آلية العناية الخاصة فيها، لأنه للأسف كثير من الصبايا بيجهلوا طريقة العناية بالبشرة، وأوقات كمان العناية الزايدة بطرق خاطئة ومواقع التواصل الاجتماعي ونصائح جانبية ممكن تأذي بشكل كثير كبير. فخلينا نحكي بالتفصيل عن أنواع البشرات وكل بشرة شو بتنصحينا نحط لها. عندنا البشرة هي 5 أنواع: العادية والجافة والدهنية والمختلطة والحساسة. طبعا البشره الدهنيه هي افضل البشرات كونه بترطب نفسها بنفسها، اما البشره الجافه لما بنلاقي حكه، شد، قشور، بهتان، هي بشره جافه. البشره العاديه هي لا هذا النوع ولا هذا النوع. البشره الحساسه هي اذا بتحطي اي مستحضر حتى اي اكله ممكن نلاقي فيها عروق زهر، بيقولوا كبيروز، ممكن تحسس من اي ماده. بالنسبة للبشرة الجافة أو الحساسة، أفضل يعني أفضل شيء لها هو الترطيب.
ترطيب داخليا خارجيا. انا بنصح كثير الفتيات انه يبعدوا عن التدخين لانه هي بتدمر البشره، بتخلينا بعمر صغير مبين انه شيخوخه البشره مبين انه عمرنا كثير كبير، وهذا للاسف دارج بالمجتمع بهذه الفتره. ثاني شيء الستريس، الستريس نحن لازم نتحكم بانفسنا انه ما نتاثر كثير، لانه المشاكل الهرمونيه والغذاء الغير صحي والاستخدامات الخاطئه للميك اب اليومي مثلا ممكن انها تظهر حبوب الشباب والمشاكل البشره وعيوبها ومشاكل التقدم بالعمر حتى المسام المفتوح. ايضا البشره الجافه بدها ترطيب دائم داخليا، انه اشرب مي كثير، خارجيا اني اغسلها بصابون لطيف صباحا او تونر صباحا ومساء مع ترطيب لطيف. ويا حبذا لو تكون الصوابين او التونر ما نقلويه كثير حتى ما تضر البشره، لانه نحن بنجهد بفرق اجهاد البشره وهذا الشيء بهيج الجلد. حتى الشباب ممكن انه يتهيج الجلد لما بيستخدم مثلا صوابون قلويه او معاجين الحلاقه واستخدام شفرات عنيفه، وبيكون الحلاقه بعكس الشعر فهو لازم يكون مع الشعر وليس بعكسه حتى ما تتحسس عندهم وتطلع عندهم حبوب شباب. بالاضافه للنظام الغذائي والنوم الجيد والاخذ قسط من الراحه الكافيه يعني للجسم، مثل ما قلنا انه الجسم او البشره هي مراه الجسم، فلازم نحن نكون حريصين لنوصل لفتره عمريه انه ما نكون اكبر من عمرنا، ما نصاب بشيخوخه الجلد. واكثر عامل مضر ومدمر للبشره للصبايا بكل انواع البشره هو الشمس. تعرض للشمس، لازم لما اتعرض للشمس تكون حاطه واقي شمسي بشكل يومي ما بقل عن 15 درجه لل 30، اقوى شيء يعني العيار ال 50، بس يعني بيوصل 98% حمايه. بس المناسب لكل نوع بشره، يعني ما بصير انا بشرتي دهنيه وجيب واقي الشمس مليان مرق زيوت، او العكس صحيح، مثلا بشره جافه واستخدم لوشن بينشف وبجفف البشره. خلينا نخص البشره الدهنيه او الحساسيه اللي هي ممكن تكون اكثر شيء بتعاني من حب الشباب وكثير من الصبايا بيعانوا منها، فورا ممكن انه يلجؤوا لحبوب الريتان ان كان باستشاره طبيب او لا. صارت حبوب الريتان خلص هي العلاج الاساسي، هي من ضروريات علاج حب الشباب ولا ممكن الشخص الصبيه او الشاب حتى يلتجئوا لعلاجات ثانيه غير الريتان؟ الحقيقة الريتان هو علاج فعال جدا بمعالجة حب الشباب، بس مو فورا نحن لازم نلجأ للريتان. طبعا الريتان بعد وصفة طبيب جلدية مختص وبيتاخد على حسب الوزن والطول، وهو بنلجأ فيه بالحالات اللي الكثير لنا الخفيفه ولا المتوسطه، الحالات الشديده اللي ما عاد فينا نحن نتعامل فيها. اما بالنسبه لحبوب الشباب اللي كيف انا لازم شخص انه هذا عنده حب شباب ما نوعد وردي، او انا خلص انه انا لازم استعمل الريتان كحل نهائي، انا لازم اكشف انه انا عندي رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء وبعض البثر او البترات الصغيره على البشره. هون ممكن تكون خفيفه، بلجا لتنظيف البشره السطحي وداخليا بعض المضادات الحيويه مثل التريسكلين والى اخره، بعض الوصفات الطبيب الجلديه. حتى المتوسط فيني اعالجه بشكل امن بعمليه تنظيف البشره بشكل امن وسليم، حتى ما اترك ندوب اندم عليها، لانه هي حتى لو شفيت بتضل مكان الحبه دائم مدى الحياه يعني. لذلك انا بتفادى هذا الموضوع. فالريتان هو علاج قوي جدا، لكن ما بنلجا له بالحالات الطبيعيه العاديه او الوسط او الخفيفه. بلجا له لما انا خلص الحلول باتت مستعصيه ولازم الريتان. في شغله ثانيه كمان، انه البشره الحساسه
لازم انا كثير اتفادى الشمس وقت الذروه، رطبها كثير، اتجنب المواد المحسسه والمهيجه. مثل ما قلنا انه هو مرآة الجسم. لما انا مثلا مسامي بتتعبى بالزهم وبالمواد البكتيريه والبشره الميته، فاجباري رح تنفتح المسام ورح يطلع عندي بثور وحب شباب بشكل دائم. فلذلك انا لازم الجأ للحلول البسيطه بالاول، بعدين الجأ للريتان. اكيد يمكن هي كانت معلومات عامه، بنتمنى اكيد بحلقات جايه ندخل بتفاصيل اكثر عن كيفيه العنايه بالبشرات بمختلف انواعها. بدنا نشكرك واتمنى لك بقيت نهار حلو. شكرا لك. شكرا لك، اهلا وسهلا.